انا بحبها بشكل مش عادي مش عادي و... وانتوا بتحبوها وكل الناس اول لما تغيب علينا كده في البرنامج يرجعوا يقولوا الله انتوا مش ليه ما بتجيبوش تاني ميل بحيري معاكم. نونا نورتينا يا نونا حبيبتي يا دودو والله والله احلى دودو والله. بصي بقى يا نونو بقى انا بص اهو العلاقه انتهت خلاص وراح مطرح ما راح هات لحالها يمشي قرد يجي غزال روحي يا بنت تعرفي الاحلى منه وروحي يا واد اعرف الاحلى منها وسجي ست 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 سته وانت هتقعدي كده حاطه رجل على الركل والواد راح كده وغيره يا حبيبتي وكده هل دي حقائق يعني يروح قرد يجي غزال سيده بقى وخدي اللي بيحبك وخدي اللي بيحبيه وفورا ودلوقتي يعني دلوقتي والعمر بيجري وانت عندك كام سنه وضيعتي لك 3 4 سنين معاه هتقعدي بقى قد ايه لازم نلحق لازم لابد نلحق. ان نلحق بصي يا دودو اسمحي لي كده في نص الكلام اقول لك يا دودو ايش هذا انه عارفه كده لما بتقعدي مع حد وتقولي انا بحب قوي في فلان ده انه عارف هو عايز ايه بحب الفلانه دي كده شخصيه عندها ايدنتيتي مش ماشيه كده مع التقليعه والموضه عارفه كده عايزه ايه وعندها شخصيتها وانت خارجه من علاقه ما بتبقيش عارفه انت عايزه ايه بعد الخروج من علاقه في هزه ما حصلت انت مش عارفه انت عايزه ايه طيب عارفه لما اجي اقول لك عايزه اخد رايك في موضوع عايزاكي كده تتكلمي معايا نرمين انا عندي صداع بجد راسي مش مظبوطه مش هقدر اركز معاكي نرمين انا بطني بجد وجعاني جدا مش مظبطه خالص مش هعرف اركز واديكي اللي انت عايزاه ده في الالم العضوي فانا مش مظبوطه مش قادره ادي الالم النفسي نفس الحاجه انا وانا خارجه من علاقه انا عندي الم نفسي بشكل ما اتكسرت اتوجعت اتلخبطت في الم ما انا فيه فانا كمان مش مظبوطه فبقول لكل حد عايز يدخل في علاقه بسرعه ويلا نكست ويلا والحياه انت ازاي هتختاري شريك حياتك وانت مش عارفه انت عايزه ايه ازاي هتختاري شريك عمرك كله وانت اصلا متلخبطه وعندك وجع واللي هو انا مهزوزه ودماغك اصلا مش قادره تفكر وتركز عقلك اللي هتقول لك خلاص مش هتجوز بقلبي انا اختار بعقلي هو المنطق وجوز العقل هو العقل بايظ اصلا انت دماغك مش مظبوطه العقل مش عارف يختار اصلا ففكره انه ادخل في علاقه طب هسالك انا سؤال بقى انت عشان مذيعة مش هتسالني هسالك انا انت ترضي تدخلي في علاقه وواحد ارتبط بيكي عشان ينسى واحده ترضي تدخلي في علاقه وواحد داخل في العلاقه دي عشان يقولك لا يا عم اتجوزها دي بتحبك وشريك وهتبقى رؤى حلم كل رجل مصري ايه وسيبك منها يعني انت كنت فاكر انت مش تقبليها وكتير ناس بتسالني هي العلاقات دي نارمين بتستمر يعني بجد العلاقه دي ما بتستمرش وتبوظ اقول لها مش ده السؤال هتستمر ولا لا السؤال ايفن لو استمرت الكواليتي بتاعتها هتبقى عامله ازاي الجوده بتاعتها عامله ازاي ما انا لو ما تعافتش من التجربه الاولى اول حاجه انا عم بختارها بكواليتي ضايعه زي ما قلنا بقى مش عارفه اختار ثانيا هعمل اسقاط وانا مش واخده بالي هعمل اسقاط يعني لا تسي ان انت كنت في علاقه وفي راجل عمال بيتحكم فيكي عايز يسيطر عليكي ويتحكم فيكي وخلاص خرجنا من العلاقه وانا ما تعافتش من الالم ده جه واحد جميل وحلو وفظيع بيحبك وبيخاف عليكي من نسمه كل حاجه هيقولها لك خوف انت هتترجميه هتسقطي اللي قبله ما انت عايز تتحكم فيا ما انت عشان مش يقول لك يا بنتي انا بحبك انت بتقولي كده ليه انت بتترجمي تيجي تقولي جوزي مصر ان انا عنيده وانا والله العظيم مش بعند مجرد اني بقول رايي هو بيشوفني عنيده لان هو بيسقط من تجربه هو كان قبل كده فيها كانت البنت معاه على طول ند بند وعند فبمجرد ما مراته بتقول رايها ايوه انت كده دماغك انت كده على طول بتعنيدي انت كده على طول مش عايز تسمعي تقولي انا مش كده خالص والاسقاط ده ليه علاقه بالحب لا ليه علاقه ان انا ما تعافتش من الم تجربه قديمه فبدفع واحد غيرك الغلطه بتاعته فانت بتدفعها عقلي بيترجم كل حاجه بالحاجه القديمه دي انا لسه ما تعافتش منها فعقلي لسه الترانسليشن شغال طب وانا ازاي اتعافى من علاقه انتهت ما احنا تعافينا بقى فاكره لما قلنا ان احنا بنمشي والجبيره وبنعدي وبنقفل والاهم الاهم من الاهم اول حاجه لازم افرز المشاعر ما هربش منها تاني يا جماعه اوعوا تفتكروا ان دي شطاره قويه مش هتضايق مش هزعل نفسي هدخل يلا اتجوز سيد سيدو لا
لازم اواجه المشاعر ولازم ازعل ولازم اعيط ولازم اكب الخوف اللي عندي. عندي مخاوف من ايه؟ خوف ان محدش تاني يحبني، خوف ان انا وحشه ام نوت جود انف، ولا خوف اني ابقى وحيده. لازم افيس كل ده واواجهه، لازم اصلح الصوره الذاتيه بتاعتي، السلف ايمج بتاعتي. العلاقه دي هزت فيا ايه؟ كسرت فيا ايه؟ لانك لما ما بتظبطيش السلف ايمج، ودي بتبقى بقى غلطه عند ستات كتير جدا حتى بدون انفصال، في فرق بين انا عايزه حاجه ومحتاجه حاجه، want و need. لو انت داخله العلاقه عن انا عايزه علاقه، ان شاء الله علاقتك تبقى فله وسكتك جميله. داخله علاقه عشان I need علاقه، فرصتك ضعيفه. تعالي ناخد هايدي. ناخد هايدي. يا هايدي. هايدي. الو. ازيك يا هايدي؟ ازيك يا رضوى، عامله ايه؟ انا كويسه يا روحي. قولي لي يا هايدي، عندك علاقه انتهت او في حاجه حصلت؟ هو انا لسه فيها، بس هو بيعملني بطريقه رضوى وحشه. لا مش سامعه هايدي، مش سامعه. بيعملني بطريقه يا رضوى وحشه جدا، تقيل عليا جدا. وحشه جدا، تقيل عليا جدا. بس انا متعلقه بتناكة. هي متعلقه بيه جدا. انت عندك كام سنه يا هايدي؟ 21. دي اول علاقه ليكي يا هايدي؟ ايوه. عايزه تساليها حاجه؟ شور. يلا. طب هايدي قولي لنا ايه الحاجه الحلوه اللي هو بيديها لك؟ يعني انت قلتي حاجات اللي هي السلبيه بيعمل، فمعنى انك متعلقه يبقى اكيد يعني هو بيديني حاجه حلوه. يعني ايه الحاجه الحلوه اللي بيديها لك؟ مش هو يكلمني ممكن يعملها، ينزلها لي على الانستجرام. ايه بيعمل ايه على الانستجرام؟ بيعمل ايه؟ قوي. ايه؟ حد يقول لي إيه؟ حد بيعمل ايه هو على الانستجرام؟ يعني ممكن الحب اللي ممكن يبينهولي على السوشيال ميديا، مش في الكلام في موبايل في كده، لا خالص. لا انا احنا مش بيقولها كلام حلو. بيديك ايه حلو؟ استاذه نرمين بتسالك ايه بقى الحلو اللي انت بتحبيه علشانه؟ هو انا بحب الصراحه جدا، متعلقه فيه جدا يا رب. ايوه متعلقه بيه ليه؟ ليه؟ بيعمل ايه حلو؟ احنا بنتكلم من فتره، متعرف علينا من فتره. بيتكلم ايه؟ بيتكلم من فتره. طب هايدي، هو عمل لك ايه حلو في حياتك؟ يعني ليه حبيتيه؟ بس والله مش عارفه، حبيت ليه الصراحه، بس انا مش عارفه. هي مش عارفه. طب انا هسالك سؤال يا هايدي برضو، هل انت متعلقه بيه هو كشخص، ولا متعلقه باحتياج معين؟ في حاجة معينة انت ناقصاكي من البيت، من صحابك، من اي حاجة، هو بيديكي الحاجة دي، فانت متعلقة بالحاجة دي او بالفعل ده او بالاحساس ده، بس انت مش متعلقة بيه هو اصلا كشخص. هي ممكن الحب اللي انا ما نفسيش يعني. حد يسمعني؟ لا انا مش سامعة هايدي حبيبتي، انا مش سامعاك يا ماما. هايدي قطعت اصلا. انا مش سامعة. ناخد وردة. ناخد وردة. يا وردة. وردة؟ وردة؟ طيب بلاش ورد، ناخد هتفرض. انا مش سامعة يا جماعة، شكلي في حاجة حصلت فجأة. هتفرض ايه؟ أنا مش سامعة. طب قبل ما يصلحوا الأزمة. أساس مصر. أه. طيب انا اقدر اقول امتى ان انا تعافيت من العلاقه؟ يعني اقدر اقول امتى انا ريدي تو جو؟ حلو. رقم واحد، انا بقى خلاص احساسي بنفسي رجعت تمام بالانس، بقى مش حاسه ان انا من جوه تاني، ما قلنا بقى متكسره وانا مش انت وانت مكسور والجو ده، لا بدات احس ان انا حاسه ان انا تمام. في كده حاجه بنقولها، تراك دايما المشاعر بتاعتك. يعني تعالي يوم كده بالليل اكتبي النهارده انا اتقلبت في مشاعر عامله ازاي. النهارده اتعصبت شويه، انبسطت، كنت اكسايتد، كنت حامده في لقطه كده وحاسه بامتنان. تاني يوم النهارده كان معظم اليوم توتر، لا كان معظمه مبسوطه ومودي حلو. اقعد اتراك كده مشاعري كتير، وابتدي شوفي الغالب عليكي ايه. الغالب عليكي مشاعر ايجابيه ولا كلنا بنمر في كله، بس الغالب عليا ايه؟ مشاعر ايجابيه ولا مشاعر سلبيه؟ ابتدي شوفي بتتكلمي عليه كتير ولا لا، لما بتيجي سيرته بتضايق ولا عادي. بدور عليه، ارتبط ما ارتبطش، خطب ما خطبش، لا بس بصي انا ببقى عارفاه وهو فرحان، بصي صورته مع خطيبته مش قادره احس انه فرحان. خلاص بقى فقره التحليل دي خلصت. فطول ما انت لسه بتدوري وتنكشي وتحللي يبقى لسه.
طول ما تلاقي افكارك بقت اكستريم، طلعت من العلاقه بقى عندي اكستريم، لان الرجاله كلها خاينه، الجواز ده منظومه فاشله، كده بقى عارفه في اكستريم فجاه مبالغ فيه. طب خلاص بعد ما طلعنا اوكي هدينا بقى من دليل انت عارف اني رجعت بقى حبه ورا، يعني خلاص اوكي لو انا كنت وايت قوي بقى وبريئه قوي مش لازم اروح للبلاك قوي، رجعت ورا شويه جري، لكن طول ما انا لسه قفشه في ده لا لسه في جو بين ما راحش، مش شرط اني لسه بحبه. في ناس بتبقى فاكره انه القصه اني ابقى نسيته، القصه مش انك نسيتيه، انت ممكن تنسيه تاني يوم، فاكره ما قلنا سته ما تستاذنش، بس انا ما تعفتش من الدمج اللي حصل من العلاقه، فهي مش بس نسيان، هي نسيان وتعافي. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، الفخ ده بيقع فيه الراجل اكتر من الست. الست ما بتجريش انها تدخل في علاقه بسرعه، اللي بيجري يعمل كده هو الراجل، لان الست اصلا بتبقى بعد الانفصال واحده من الثلاثه دول، يا هي اصلا يا حبيبتي لسه في انكار مش مصدقه انه سابها اصلا، فبتقعد تعيط وماسكه التليفون بقى ومنتظر هيرجع، والله العظيم سابك، لا هو هيرجع اقسم بالله العظيم بيخطب اصلا خطوبته بس هي مش قادره تستوعب. والتانية اللي هي من كتر الحب اتدمرت فتبتدي تقولك انا اصلا مش هحب تاني وقفلت على قلبي وخلاص والحب، فهي اصلا. والتالتة اللي بتبقى عايزه علاقه بس عشان تغيظه، طيب انا هندمه والله العظيم لخليه يندم كده ان هو سابني وانا. امتى بتقع في الفخ انها تدخل في علاقه بسرعه؟ لما راجل بيحرجم بقى، انا بحبك اوعدك اني هنسي، انا هصبر عليك، انا هعمل لك، انا متاكد انك هتحبيني مع الوقت، انا متاكد ان انا هعرف اخليكي تحبيني، اقعد اضغط عليكي واجي لك من الحته الضعيفه. فتاني زي ما قلنا السلف ايمج، فانت اللي جيت لعبت على دي، ايه ده انا للدرجه دي حد كويس؟ انت مستعد تعمل دي؟ الحته اللي الست بتضعف فيها، لو راجل فضل حاططني في دماغه وانا مستعد استناكي العمر كله وانا غير كده، هي اصلا بتبقى عامله حواليها نفسها بابل بحمي نفسي، انا مش عايزه ادخل في علاقه تاني. الراجل بقى العكس، الراجل لما بيطلع من انفصال هو ده، غير بقى ان الست طبعا في كل بقى الحالات بتلاقي اهل الخير كتير بقى، حبيبه قلبي وروح عيطي ما تكتميش في نفسك وتعالي في حضني، فبتلاقي سبورت. الراجل لما بيبقى موجوع من انفصال ما بيلاقيش السبب، هو اصلا مش الشخص اللي هيروح يعيط لاصحابه ولا يقول لهم مش هقدر اعيش من غيرها، هو مش بيعرف اصلا اكسبرس بلس كرامتي طبعا، زائد انه بيلاقي كل اصحابه بيتعاملوا معاه بالمنطق، يا عم انت كنت صاحب نانسي عجرم يعني، يا عم بكره تصاحب احسن منها، يا عم محسسنا انت زعلان على ايه يعني، فهو بيبقى جواه حته انتوا مش عارفين تدوني اللي انا عايزه، فهو بيسعى اكتر ان هو اللي يروح يدخل في علاقه عشان يلاقي واحده تتعامل مع الحته اللي جواه دي. اول لما بيسيب اللي قبليها مش اول، يعني قصدي الراجل بيميل اكتر من الست انه يدخل في علاقه بسرعه اكتر من الست، مش كده؟ حتى تلاقي كتير لما الستات تقعد تراقب الرجاله، فجاه لقيته بيتصور مع بنات، فجاه حياته سبحان الله جميله وكل حياته بنات وستات، فجاه خطب ومقرب مع، تلاقيه حدف على طول على كائن الست. انتوا اللي لاقي معاكوا المشاعر او يسيب واحده يسيب واحده ست عشان يحدف نفس على كائن ست برضه. طب ما هو طب يا حبيبي طب ما هي الاولانيه اولى يا بابا، بدل ما تعالي ناخد مين؟ قصه. والقصه دي حصلت فعلا. اوكي. ودي قصه حقيقيه. ماشي. كان في واحده انا اعرفها كانت في علاقه حب مش عاديه. خلاص؟ وحصل الانفصال. ثم هي اخذت البروسس او الطريق اللي انت بتقولي عليه، من انه لا مش هتجوز تاني، لا مش عايزه ارتبط، لا مش عارفه ايه، انا هركز على نفسي، هشتغل على نفسي، بعدت تماما عن طريقه، مفيش اماكن بتروحها، السوشيال ميديا هو مش موجود بالنسبه لها، خلاص هي حطت حواليها اطار وحصن محترم. والست كملت في حياتها سنه اتنين تلاته، حست انها تمام وتعافت. حلو. وزي الفل. زي الفل. لا هو ولا حد تاني اصلا كان بيجي على بالها. ثم طب ثانية واحدة يا جماعة هخمن السؤال. ثم فجأة بعد ما حست انها تعافت وواقفة على ارض صلبة، ظهر هذا الشخص. هو هوايا نرمين. ذات نفسه.
في شخصه ولحمه وكله. بشكل جديد تماما. شكل مختلف تماما. وهي كمان كانت اختلفت تماما. حلو. ثم لقيتها بتكلمني بتقول لي انه في عدد السنين دي كلها هي شافت رجاله كتير جدا وكتير كانوا عايزين يتجوزوها وكتير كانوا عايزين يخشوا معاها في علاقه او علاقه حب او يتعرفوا عليها وكذا، وهي طول الوقت كانت بترفض من باب انه انا عايزه اشتغل، انا عايزه بنفسي، انا عايزه اتعافى زي ما انت بتقولي. حلو. واول لما حست انها تعافت لقيت نفسها بتتعافى ولسه عايزه هذا الشخص بكينونته الجديده. حلو. ما تعليقك عن هذا الموضوع؟ حلو. يعني هما لما قعدوا مع بعض هو شاف نسختها الجديده وهي شافت نسخته الجديده، لقوا ان في انجذاب. حلو. واي نوت؟ لماذا نعترض؟ ما هو نفس الشخص اللي جرحها. لا، هو نسخه جديده، هو اكيد في وعي زاد عنده، في نضج زاد عنده، قد يكونوا صغيرين ما كانوش عارفين. خلي بالك ما فيش حد علمنا في المدرسه علاقات، محدش علمنا في المدرسه كوميونيكيشن سكيلز، محدش علمك تبقي ام، محدش علمك تبقي زوجه، محدش علمك تبقى زوج. احنا الحاجات دي كلها بنتعلمها مع الحياه. فمش معنى انا غلطت وانا متمادي بنسختي ومتمادي بغلطي خلاص ربنا معاك. لكن لو انا ادركت اللحظه اني غلطت واشتغلت على نفسي وطورت نفسي وعدلت افكاري وعدلت وجيت قلت لك على فكره انا انسان جديد وعايزه ابتدي معاكي ومش لاقي زيك، مش لاقي احسن منك، ليه لا؟ ليه ما مش بقول لك روحي اتجوزيه بكره، ليه ما تديش فرصه نرجع تاني نتكلم ونشوف واشوف اللي كان بيضايقني. رغم ان هو كان سبب الالم وكان سبب العياط وكان سبب الحاجات وكان سبب لو هي تعافت يبقى هي هتبقى نسيت الالم اللي هو عمله. لما بشوفك ما بتشنكش. عارفه لما تبقي قاعده تقفي ولا النبي ما تفتكري لنا حاجه عدله بقى والنبي الله يكرمك ما تفتكرناش ده، انت مش عايزه تتكلمي عليه بس انت مش متضايقه. ما تجيبيش سيرته لان لما سيرته بتيجي الدم بيضرب في نفوخي، هنا لسه في بين. انت ممكن في حالتين مش عايز سيرته. بس هنا في بين وهنا مفيش بين. طب تعالي ناخد ام هاجر. اديني ام هاجر. ام هاجر. ان شاء الله هنتوفق مع ام هاجر. ام هاجر. ايوه سامعاكي يا استاذه رضا. اتفضلي يا حبيبتي. اخبارك عامله ايه؟ انا الحمد لله. مبسوطه ان انا معاكي على التليفون. نورتي الدنيا كلها ام هاجر. استاذه نرمين معاكي، سامعاكي يا حبيبتي. انا جوزك، انا كنت متجوزه وانا 18 سنه. طيب. وانا جوزي زي ما تقولي كان خاطب واحده 4 سنين واتجوزي ويعني ما دخلش عليها بالعربي وبعد كده سابها. ماشي. خاطب بعد 4 سنين وسابها. اوكي. وبعدين اتجوزك. ايوه. طيب حصل ايه بقى؟ فهو كل ما تحصل حاجه عصبي، ومثلا لو زي ما كتب مثلا نرمين، اول ما يحصل موقف بجي تتكلم معاه يقول لك انت عنيدي، انت ما تفهميش، انت عنيدي، ادل عليه على طول. عايز تعرفي تعملي معاه ايه يعني؟ ايوه. حق. لما يحصل موقف ومثلا يعني عايز تقولي وجهه نظرك بس، راح يقول لك لا انت عنيدي، انت ما تفهميش، الكلام ده كله. حاضر يا ام هاجر. بصي هو كان خاطب واحده 4 سنين. واضح ان هو لم يتعافى. فبدا يسقط عليها. كل ما تيجي تتكلمي يقول لها انت عنيده، انت عنيده، انت عنيده. تعمل ايه مع جوزها؟ هو للاسف يا ام هاجر او لاي حد بيسمعنا، الترجمه احنا ما بنقدرش نتحكم فيها. يعني نفترض المطره بتنزل والغيامه، انا واحده من الناس بشوف المشهد ده الله ومودي بيبقى تحفه وبنشكح واقول ابواب السماء مفتوحه حتى لك يا ساتر يا رب وبتقبض. انا مش هعرف اغير لك الاحساس اللي عندك والترجمه، هو نفس المشهد انا ترجمته بحاجه وانت ترجمتي بحاجه. انا عايز اقول لك ان الانسان بيترجم باللي عنده مش باللي قدامه. ففكره انها تغير له نظرته انها عنيده مش حاجه سهله، عشان نبقى واقعيين مش حاجه سهله. فانا هحاول اهز الفكره دي، فاجي في لحظه صفا، هو انت بتشوف ان انا عنيده ليه؟ عشان طيب يعني انا المفروض ما اقولش رايي خالص؟ طيب ايه المشكله ان انا اقول لك رايي بس في الاخر كلمتك انت اللي هتمشي؟ انا ما عنديش مشكله انت راجل البيت وانت سيد الرجال، بس انا بقول رايي فضفضه بقوله كده. ده برضه هيحسسك ابتدي اتناقش معاه، اشوف هو ايه اللي واجعه قوي، طب ايه اللي بيضايقك لما انا بقول رايي؟ حاولي تلمسي عنده في الحته اللي وجعاه، ايه اللي جوه يعني ايه ان انا بقول لك رايي ان انا عنيده؟ وبرده في ستات دايما بقعد اقول رايي في كل صغيره وكبيره، بقول لها مش في كل صغيره بقى وكبيره هتعملي بقى فلحوس ومفلحوس، تعملي في حاجات بتعدي.
يعني كنت لسه فعلا واحده بتقعد تقول لي في كل حاجه قلت لها ما تقفيش انت عايزه تغيري له الفكره ان انا مش عنيده. في حاجات بقى مرنه تعدي مش لازم بقى نقول ارائنا في كل حاجه، وفي حاجات بجد هي دي لازم اقف عندها واقول رايي. فدام انا مش بتعامل مع زوج طبيعي بنقعد نقاشات طبيعيه وهات وخد، لا هو عنده حساسيه من الحته دي، يبقى انا ابقى عندي بقى ايه خلاص ايه اللي يعدي وافوت صح وعندك حق، ودايما اديله الامان ان كلامك صح. طبعا متفقه معاك جدا، طبعا انا لو مكانك وجهه نظرك ممكن افكر كتير جدا، يمكن عشان انا ست بفكر كذا كذا كذا، يمكن عشان انا ما عنديش الخبره اللي عندك شايفه كذا كذا كذا، فانا قلت اللي عندي اهو، قلت رايي ووصلته له، بس اديت لك الامان لعقلك ان انا مش باتاك، انا مش بهجم عليك، انت صح، انت من مكانك صح، انت كراجل صح، انت بخبرتك طبعا شايف كده، بس يمكن انا من ناحيتي واديت له، فهو عقله هنا قدر يستقبلها. لكن طول ما انا بقوله لا بس انا بقى بفكر كذا، لا بس انا شايفه، مجرد لا او حاسه البادي لانجوج عملت كده، عقله على طول عمل كده، مش هقبل، وانت عنيده وانت كده عايزه تبقي دماغك كده وانت اصلك كده وانت وانت، مش هستقبل اصلا. ده مع رجاله صعبه قوي يعني، مع رجاله ومع ستات، خلينا بس يعني في كل واحد عنده صعوبته. اللي انت بتقوليه ده يعني تخطيط مرهق، هو أوي. تخطيط مع عقل الراجل والست، عشان كده بقول لك هو العقل مخلوق من عند ربنا هجوم دفاع. بحس العكس، بحس ان احنا ابسط من كده يعني، بحس انه يعني لو انا متزوجه ما هو مش لازم يقعد تخطيط، ما تقول وخلاص يعني خلاص وخلصنا هيحصل ايه. بصي في الحته دي بقول دايما انه انت اتعلمتي من وانت يعني احنا جايين عندنا الذكاء، نقدر اللي هو بنسميه الذكاء العاطفي ايموشنال انتليجنس، بنعرف نعبر، اتعلمتي انه ايه روح مامي مالك احكي لي حاسه بايه فتعلمتي تعبري، اتعلمتي تتكلمي، اتعلمتي تقولي مشكلتك وحاسه بايه، اتعلمتي يبقى عندك ذكاء عاطفي تفهمي البيبي ده لا ده بيعيط عشان جعان، لا ده بيعيط عشان عايز يتغير. الراجل من هو صغير ما تعيطش انت راجل، ايه يعني اضرب الارض انت قوي، ايه يعني اللي حصل، هو اصلا الكلام بيتقطم، ما تتكلمش اصلا، ما تعبرش، انت مش راجل. السؤال الاخير، هو فعلا يروح قرد يجي غزاه؟ يروح قرد يجي رزق ربنا وعوض ربنا، بلاش غزال، ربنا في الاخر بيدي العوض وبيدي رزقه، والارزاق مش في ايد يعني، ادعي ربنا يديكي الزوج الصالح، ممكن يبقى الزوج الصالح ده ايا كان، ممكن يبقى قدر يضحكك ويتنطط قدامك ويبقى لطيف ويبقى يعني انت مش عارفه، ادعي ربنا بالزوج الصالح وبالرزق وبان هو معاكي، وبلاش حد يتعلق بفكره محتاجه اكون في علاقه، لا عايزه ابقى في علاقه واستمتع بيها، مش محتاجه العلاقه، لان محتاجه العلاقه صدقيني هتجذبي كل العلاقات السامه لحياتك، هتبقي لقطه، هيتهفتوا عليكي كلهم لقطه. ده عندي مشكله، هنتخانق عليكي، ده مشكلة وضعيفه، يلا كل يلا تعالى يلا ده بياخد حاجه مش كويسه، يلا تعالى انا هبطلها له بالظبط. يوم ما انت هتبقي عايزه العلاقه كده ومش النيد وقويه، ان شاء الله يجيلك بقى رزق ربنا وعوض ربنا اللي زي الفل ده. حلوه يعني، مش النيد دي عارفه الاحساس ده بالزبط. انا عارفاه عشان كنت وصلت له يعني، انا تمام نورتيني النهارده. ميرسي يا حبيبتي جزيل الشكر ليكي. مشاهداتي عزيزاتي وبناتي الحبيبات، خلصت فقرتنا، خلصت حلقتنا، وخلص معاهم الثلاث حلقات بتوع هذا الاسبوع. هوا بالنسبه لي، انتوا عايزوني قد العالم قد الدنيا، سمحتي خلي بالك على نفسك. طول الوقت بنجيب ناس زي نرمين البحيري وغيرها من المتخصصين والمتخصصات في جميع المجالات عشان تسمعي، عشان ده يرمي على ده ويرمي على ده، فحياتك تظبط شويه. اشوفكم على الف خير، لو لينا عمر ان شاء الله الاسبوع الجاي حلقه جديده من هنا وبس.